ناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج، مفاهيم تجلى في حوار بحسنى دون ما أدنى هياج، بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج، حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من حوارات التناصح. واقع الأمة اليوم تتنازعه مشاريع أعدائها، بدءا من المشروع الصهيوني الصليبي إلى المشروع الصفوي والباطني وغيرها. وفي الوقت الذي ينشغل فيه الدعاة بمشاريع قد تكون مقاصدها حسنة لكنها لا توازي حجم الخطر الداهم، ولا تنم عن إدراك لحجم التحديات التي تواجهها الأمة، ولا شك في اختلاف وسائل الدعوة باختلاف المعركة التي تخوضها. فمعركة الوجود ليست كمعركة البناء، فكل مرحلة لها أهدافها ووسائلها وأولوياتها. وكما قال ضيفنا: ومن لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الحق لم يعرف أحكام الله عز وجل في عباده. حول الأولويات في مسيرة الدعاة نحاور فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، نائب رئيس رابطة علماء المسلمين. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك شيخنا الكريم، ونشكرك على قبول هذه الاستضافة. ونبدأ معك بهذا السؤال شيخنا: لا يخفى على متابع أن العالم الإسلامي اليوم تتهدده مشاريع متعددة، فما هي أهم وأخطر تلك المشاريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتوجه إليكم أيها الفضلاء الكرام بالشكر على هذه الاستضافة، والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى. الحديث عن المشاريع التي تتهدد أمتنا حديث طويل الذيل، ولذلك يمكن أن نجتزئ وأن نختصر منه إلى العناوين. إن أهم مشروع وأخطر مشروع يواجه الأمة اليوم في تاريخها المعاصر هو هذا المشروع الصهيوني الذي قال الله تعالى عن أهله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذا المشروع له مظاهر، له شق ديني كما أن له شقا سياسيا وشقا اقتصاديا تقنيا. هذا المشروع في شقه الديني يقول الله تعالى عنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأما الشق السياسي فيتضمن اغتصاب هذه الأرض المقدسة، وهذا التوسع الاستيطاني الذي يقع على أرضها اليوم، إن احتلال فلسطين وتهجير أهلها والتوسع في دول مجاورة في بلاد الشام كسوريا ولبنان، كل ذلك جزء من هذا المخطط في جانبه السياسي، لأن الخارطة التوسعية ما تزال تقول إننا من الفرات إلى النيل أو من النيل إلى الفرات. هذه الخارطة ليست كذوبة. هناك شق تقني اقتصادي لهذا المشروع أيضا، يتضمن تفوقا تقنيا اقتصاديا عسكريا صناعيا، بل وتفوق علمي بحثي. إن ما ينتجه هذا الكيان الغاصب من بحوث علمية وتقنية يزيد عما تنتجه بلاد العرب كافة، وما تنفقه هذه الدولة المسخ على البحث العلمي والتطوير هو أضعاف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة أيضا. إذن هذا المشروع في شقه السياسي والاقتصادي استتبع تركيعا للأنظمة المحيطة إلا ما شاء الله تعالى.
الإعلان الرسمي بالتطبيع والقبول بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية، إنما هو بعض آثار هذا المشروع المدمر. وما يزال هذا المشروع يعيث في الأرض فسادا، ليس فقط باحتلاله للأرض المباركة، وإنما بعمله وسعيه على إضعاف الدول العربية والجوار المحيط به، بل إضعاف الدول من المحيط إلى الخليج. هذا مشروع. والمشروع الثاني هو مشروع صليبي استعماري، قال الله تعالى فيه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إن هذا المشروع مشروع قديم، ليس مشروعا جديدا، وإنما هو ممتد لقرون مضت. لا نزلنا نذكر حروبا امتدت لقرنين من الزمان عبر 8 حملات حربية. لا زلنا نذكر أن تقويض الدولة العثمانية إنما تم بمؤامرات خفية من هذا المشروع تحديدا، وأن هنا احتلالا حديثا وقع لبلادنا العربية والإسلامية، وبعد زواله وجلائهم وجد احتلال سياسي للقرارات في الدول التي نالت استقلالا صوريا في الحقيقة، مع تبعية اقتصادية واستعمار فكري. ثم إن هذا المشروع يظاهر المشروع الصهيوني ويرفضه ويقويه ويحميه ويدافع عنه في كل مناسبة. ثم إن هذا المشروع أيضا يتصدى بنفسه لكل إرادة تخرج في بلاد العرب والمسلمين لتتحرر هذه البلاد من التبعية السياسية أو الاقتصادية، يتصدون لذلك بكل قوة، وقد رأينا ذلك في سوريا وفي غيرها. هذان مشروعان خارجيان، وأما المشاريع الداخلية فمتعددة أيضا. ومن هذه المشاريع الداخلية ما يمكن أن نسميه بالمشروع القومي العلماني، وهذا المشروع في الحقيقة إنما هو ربيب للمشروعين الصهيوني والصليبي، وقد جرت صناعته لتقويض الدولة العثمانية وليخلف الاستعمار الغربي هذه الدولة في الشرق بأسره. وهو مشروع متبرئ غالبا من عقيدة الأمة وشريعتها، ومتغرب عن حضارتها وعن ثقافتها. هذا المشروع فيه يقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. من مظاهر هذا المشروع أنه استبدادي ديكتاتوري محارب للشريعة، ومن مظاهره الفكرية أنه قومي أو ليبرالي أو هما معا. وفي الجانب القانوني يعلي من نظرية سيادة القانون الوضعي للشرع الإلهي. هذا المشروع يعتنق الديمقراطية، لكنه قد يكفر بها إذا أتت بخصوم المشروع الصهيوني في الأمة. هذا المشروع ينوب عن المشروعين السابقين في مواجهة كل ما هو إسلامي في الشرق. في ظله تنشط الدعوة للإلحاد وللإباحية وللتغريب. غاية هذا المشروع أن يصبح الشرق المسلم بلا هوية، سواء من دينه أو من ثقافته أو تاريخه أو حضارته أو حتى من عروبته. وهذا مشروع في غاية الخطورة، وما يزال جاثما بعد خروج الاستعمار من بلاد العرب والمسلمين. رابع هذه المشاريع، وهو ثانيها من جهة كونه مشروعا داخليا، هذا هو المشروع الصفوي الرافضي، وهو مشروع ديني سياسي أيضا، يجتمع مع المشاريع الثلاثة السابقة متعاونا معها متى كان فإن لم يكن الخصم كذلك كانت له مواقفه المستقلة. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن مظاهره التمدد بقوة
داخل المحيط السني من إندونيسيا إلى موريتانيا، وهو أيضا يحكم اليوم قبضته على العراق وسوريا ولبنان واليمن. ومن غاياته الحيلولة دون قيام مشروع سني في بلاد الإسلام، فهو بمثابة شرطي المنطقة لذلك المشروع الصليبي والصهيوني. وخامس هذه المشاريع المشروع التفكيكي، وهو مشروع داخلي، وهذا المشروع من أسف يتمالأ عليه أصحاب المشاريع الأربعة السابقة كافة، فيستعملون فيه الفرق القديمة وبقاياها المعاصرة، ويستخدمون الغلاة والجفاة على حد سواء. الغلاة في باب التيار الجهادي يستعملون من قبل أصحاب تلك المشاريع الأربعة جميعا للقضاء على الجهاد السني، وقد رأينا ذلك في بلاد الأفغان وفي غيرها. والغلاة داخل التيار السلفي يستعملون في محاولة إقصاء التيار السلفي الأصيل بهذا التيار الدخيل، نلحظ تشويها لرموزه ورميا لهم بالغلو تارة وبالتفريط والتميع تارة أخرى، وهذا فيه نوع من أنواع القضاء على المعتدلين داخل هذا التيار. كما توظف فئات من غلاة التيارات العقلانية الاعتزالية أو غلاة التيارات الخرافية المسلكية في الحرب على التيار الإسلامي السني العام في هذه الأمة، وقد لوحظ ذلك عبر مؤتمرات دولية وملتقيات عالمية. هذا المشروع التفكيكي يهدف إلى ضرب التيارات الدعوية السنية، وذلك بالفرق الكلامية الاعتزالية تارة وبالطرق الخرافية المسلكية تارة أخرى. ما غايته؟ غايته إضعاف قاعدة التدين في الشرق الأوسط، ليعود التدين فلسفيا اعتزاليا أو طرقيا خرافيا، ثم يسلطون بعد ذلك الغلاة على هؤلاء جميعا كالخوارج المعاصرين أو الأحباش مثلا، يتسلطون على الجميع بالتكفير، وبذلك تخضض شوكة التيار الإسلامي بأسره. وهذا المشروع يحتاج إلى تنبه أهل السنة بعلمائهم وفضلائهم، وأن يسعوا للأخذ على يد سفهائهم وغلاتهم الذين يسعون إلى تفكيك المفكك وتجزيء المجزأ. أما المشروع السادس فهو من وجهة نظري أخطرها، وهو المشروع الباطني. لماذا؟ لأن غايته أن يبدل الدين وأن تغير عقيدة المسلمين، وذلك بتبني التيارات الباطنية وبنشر الفلسفات الإلحادية وبالترويج لهذه الديانة العالمية الجديدة التي يروج لها تحت شعار الدين الإبراهيمي. المقصود إذن تغييب الشرائع وإسقاط التكاليف، إذابة الحواجز بين هذه الأديان والدين الحق، فيختلط الحق بالباطل، وتدعم هذه الطوائف المنحلة أو الباطلة في تدينها كالنصيرية والإسماعيلية والدرزية والأغاخانية وغيرها، وبالتالي يقع نوع من أنواع تبديل الدين عياذا بالله. هذه مشاريع ستة، هذه المشاريع الست تؤكد أن العالم الإسلامي بأسره هو موضع استهداف، وهذا الاستهداف هو استهداف منظم ينال العقيدة والشريعة على حد سواء، وهو استهداف لا يفرق بين تيار دعوي وآخر، ولا بين توجه علمي وآخر، ولا بين فرقة وأخرى، إنما هو يستعمل الجميع لإضعاف الكل. وهذا مما ينبغي لأهل الإسلام أن يتفطنوا له،
يتنبهوا. طيب شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا كريم، ربما هذا الوصف الشامل لواقع المسلمين وواقع الأمة الإسلامية قد تركت لك المجال حتى توضح الصورة للمشاهدين، لأن ما نتحدث عنه في قضية الأولويات في مسيرة الدعاة يترتب على معرفة هذا الواقع. وبناء على ما تقدم شيخنا، ما هي أهم وأولى الأولويات التي يجب أن يضعها الدعاة والدعوات نصب أعينهم؟ في الحقيقة بعد معرفة هذا الواقع يأتي معرفة الواجب. فمعرفة الواقع في الخلق تستتبع معرفة الواجب في الحق. فالحق يأمرنا سبحانه وجل في علاه بأن نحرر الإنسان، إن أولى وأول ما ينبغي أن يشتغل به داعية إلى الله أن يحرر الإنسان. كيف يكون تحرير الإنسان؟ بإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وجل في علاه، بأن يقول الدعاء لكل من خالفهم في أصل دينهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. بأن يقول الجميع للخلق كافة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو تحرير لهذا الإنسان، وهذا معنى كونه رحمة صلوات الله وسلامه عليه. قد وصفه الله تعالى بقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فجهاد أهل الشرك إنما هو بالقرآن، وهذه الحجة إذا بلغت وهذا البرهان إذا اتضح فقد برئت ذمة أهل الإسلام إذا بلغوا الأرض كافة. إن هذا هو الذي يحرر الإنسان، وهذا التحرير هو في حقيقته سبيل الاستخلاف وسبيل التمكين لهذا الدين. وربنا سبحانه وتعالى قد قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويستتبع هذا التحرير أن يكون منهجه على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتحقق هذا إلا بأن يرد الدعاة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة أسلافهم. إن الرد إلى الأمر الأول والمرابطة عليه ومن أهم ما ينبغي أن يشتغل به الدعاة. إذا كانت قضية الدعوة إلى التوحيد وتطهير القلوب والعباد من الشرك والمخالفات، فإن طريق ذلك ومنهج ذلك إنما يكون بالرد إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي هو هذا الأمر الأول الذي قال فيه مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. إذ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صالح به أولها. هذا المعنى يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا. وهذا رد إلى الأمر الأول ربما له مراحل وله مناهج ومسالك، لعلنا نأتي عليها تفصيلا إن سمح وقتكم. لكن نعم شيخنا، الحقيقة في هذه القضية بالذات، يعني قضية الآن الرد إلى الأمر الأول كسبيل لإقامة التوحيد ومعرفة الحق، هنا يحضرني القول ذكرته في مقال لك حول الأولويات في ساحة الأمة، قلت: فالثبات على المنهج الحق أولوية العلماء والدعاة لا يجوز الإخلال بها. يعني كيف نوفق هنا شيخنا بقضية هذه ربما قد تثير معنى خلافيا في الوسط الإسلامي؟ يعني كيف يمكن أن نرد إلى الأمر الأول وهنا يقع الخلاف في معرفة هذا الأمر الأول، ما طبيعته وما منهجه؟ سنت، هذا سؤال مستحق لا شك. أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت على الجادة
في عصور أثنى الله تعالى عليها وأثنى عليها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال الله تعالى لهذه الأمة الخيرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال لها أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن في هذه الأمة أمة مفضلة، أمة خيرة، أمة زكاها الله تعالى وزكاها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأمة ومن هم أعيانها؟ إنها أمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة التابعين، أمة تابع التابعين ممن اتبع الصحابة بإحسان، وهذا سوف يشمل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل من أراد النجاة فإن عليه أن يعمل بقول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن أول خطوات هذا المسلك أن تحرر أصول الصحابة وأصول خير القرون في كل أمر ذي شأن. فأمر العقيدة أمر ذو شأن، وأمر العبادة أمر ذو شأن، أمر الشريعة أمر ذو شأن، أمر الدعوة إلى الله، أمر الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، لنا في كل باب من هذه الأبواب أصول. من أصلها؟ أصلها ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم جلوا ذلك علما وعملا، وتبين ذلك في منهجهم وفي مسلكهم بما يوضح السبيل ويظهر الحجة والمحجة على حد سواء. إذن إذا أدركنا ما آمن به أصحاب رسول الله في الجانب العقدي الفكري العلمي الدعوي الجهادي الذي يتعلق بإقامة الدين والدنيا معا، فإننا بذلك نضع أنفسنا على طريقهم، إدراك ما هم عليه من أصول في كل باب من الأبواب وفي كل مهم من المهمات. هذا أول خطوات الرد إلى الأمر الأول. ثم ماذا بعد ذلك؟ تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة العمل بتلك الأصول، مرحلة الاستمساك، مرحلة المحافظة على مقاصدها وغاياتها، مرحلة الانضباط بالمشروعية في الوسائل والمناهج. نحن نحتاج عند العمل إلى أن نوافق السنن الإلهية وأن نعمل بما يوافقها لا بما يعارضها. فالعمل إذن إنما يكون على هذا المنهاج وعلى هذه المقاصد. وهذا العمل يستتبع أن تربى الأمة وأن تتخرج الأمة بكل فئاتها على هذه الأصول، وأن تأخذ كل فئة من فئات الأمة حظها من هذا المنهج تعليما وتربية وتنشئة. لابد أن ينشأ الناشئة على أصول أهل السنة في الاتباع، على أصول أهل السنة في العقيدة، على أصول أهل السنة في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في الجهاد في سبيل الله. إذا تحقق ذلك وتربت عليه الأمة بشبابها وفتياتها بكبارها وصغارها، فإننا نضع الأمة على طريق الالتزام بهذا المنهج. طيب شيخنا فقط هنا لعل أيضا يرد سؤال، وسنعود أيضا لسياق حديثك الأول وهو موضوع الحلقة في قضية الأولويات. يعني بهذا المعنى، وقد بينت الآن المقصود بالرد إلى الأمر الأول، لكن كيف نوفق بين الدعوة إلى الحق والعقيدة الصحيحة وبين الحفاظ على الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية؟ قضية لا نستطيع أن نفصل هاتين القضيتين. الذي حصل أو الذي وقع في الأمة وقع شيء من الانحراف عن جانب الاتباع، وعن هذا نشأ افتراق فأخل بجانب الاجتماع. علماؤنا من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا يأمرون بالأمرين معا ويسعون إلى إحكامهما
في سياق واحد. لماذا؟ لأننا جميعا مأمورون بأن نجمع بين الاتباع والاجتماع على الحق. الاتباع للمنهج، الاتباع للكتاب والسنة، ثم الاجتماع كأمة واحدة وكلحمة واحدة. فلابد من اتزان وتوازن بين الجانبين. الأمة حال قوتها واجتماع أمرها على دولتها تملك القدرة على الاحتساب على المنكرات الدينية والسياسية كافة، لكن عندما تضعف عن بعض ذلك حال ضعفها وغلبت أعدائها عليها، فإن أهل السنة يفرقون بين حال القوة والتمكين والاستخلاف وبين حال الوهن والاستضعاف، وينظرون في العواقب وفي المآلات، وينظرون أيضا إلى حال السعة والاختيار وإلى حال الضرورة والاقتهار. وعندئذ فإن المخالف في باب السنة من أهل القبلة تتفاوت المعاملة معه بناء على الحال الواقعية، فهذا مردود إلى قواعد السياسة الشرعية. لماذا؟ لأن البدع في أصلها والمخالفات في أصلها تتفاوت خفة وغلظة، أصولا وفروعا. وأهل السنة من عادتهم أن يبينوا الحق وأن يبدوا النصح للمخالف في رفق ورحمة وسعة صدر، ولكن دون محاباة في الحق. وأحيانا في ظروف أخرى يأخذون المخالف بالتألف والمداراة، وأحيانا بالهجر والمجافاة، بناء على درجة الخلاف أو رتبة الخلاف الواقع من هؤلاء الذين خرجوا عن الصف. لكنهم دائما أبدا يسعون إلى اجتماع الكلمة، ولا يخلون المخالف ولو كان من الفرق عن ولاء، فإنهم يقولون إن المخالف من أهل القبلة له ولاء لا ينقطع أبدا. هذا الولاء ولاء لكل من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ولاء لكل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذاك هو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. إذن هم بهذا يجمعون، والقدوة في ذلك هو الإمام أحمد رحمه الله. كيف أنكر على المأمون قوله بخلق القرآن وبذل نفسه ومهجته في هذا الباب من أبواب الحق، وكيف أنه لم يخرج عليه مع أنه قال وأطلق الكلام أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وقال رأيت قلوب الناس مجمعة أو مجتمعة عليه فكرهت أن أفرق جماعتهم. إذن هم يصدعون بالحق ويحرصون في نفس الوقت على جماعة المسلمين، ويضبطون مواقفهم بحسن القصد والنية وبنصرة الحق وهداية الخلق مع الرحمة والرفق. طيب شيخنا، في نريد تطبيق واقعي لهذا المفهوم الآن، هل ترى بأن إثارة الخلافات في المسائل الكلامية في مثل هذه الأيام والتركيز على إفحام المخالفين في المناظرات وما شابه، هل ترى هذا من الأولويات أو هو في الأصل تصرف صحيح؟ أهل السنة وأهل العلم لهم عادات إذا وقع الخلاف، ولهم آداب إذا وقع الخلاف، ولهم أحكام يحكمون بها إذا ثار الخلاف، فهم يضبطون دائما أبدا الردود بحسن القصد وبالرأفة والرحمة بالخلق، سواء كان هؤلاء الخلق من الجهلة أو كانوا من الخصوم المعاندين. كل ذلك يستعملون معه الرفق، ويستعملون معه نوعا من أنواع تقريب المخالف، ثم هم بعد ذلك يجتهدون في ألا ينبذوا المخالف بأنواع من التهم أو أن يجازفوا بالأحكام، فهم دائما أبدا يتثبتون في الأحكام ولا يجازفون بها، ولا يجبهون المخالف بما ينفره وإنما بما يقربه. ثم إن بعض هذه الخلافات ليس محلها
هذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل، حيث لا تتيح هذه الوسائل نوعا من أنواع الاستقرار والهدوء والعمق أيضا في مناقشة هذه المسائل. فمن الخلافات ما ليس له مكان إلا قاعة الدرس وإلا المعهد العلمي، لأن بعض هذه الخلافات مع فئات أو طوائف قد وجدت في فترة ثم لم تعد موجودة، أو نفس هذه الخلافات سادت في زمان ثم غابت وبادت فلم تعد موجودة الآن. ولهذا إثارة خلافات مضت وعفى عليها الزمن ولم تعد مطروحة ليس هذا مما ينسب صاحبه إلى الحكمة وإلى الرشد. فإن قيل هناك خلافات لا تزال باقية، نعم هناك خلافات لا تزال باقية، لكن ينبغي أن نمارس اجتهادنا برشد، وأن نقيم العلاقة مع المخالف من الآخر برشد أيضا، بحيث لا تغيب عنا أخوة الإيمان، ولا تغيب عنا هذه القاعدة التي تجمع أهل القبلة من الانتساب إلى دين واحد، ولا يزيد بنا ولا يخرجنا الخلاف إلى نوع من أنواع التراشق بالتهم والتنابز بالألقاب. وذلك ينبغي أن يبحث اليوم في أسباب عودته بهذه الحدة. لا شك أن الجهل سبب، ولا شك أن التعصب سبب آخر، لكني أريد أن أشير إلى سبب في تقديري أخطر، ذلك أن أعداء الأمة بعد أحداث 11 سبتمبر عادوا لدراستها وتشريح خارطتها الأيديولوجية، واستطاعوا أن يضعوا أيديهم على بعض المفاتيح التي يظنون أنها سوف تساهم وتساعد في إضعاف هذه الأمة. لقد وجدت حركة دعوية شاملة في الأمة تسعى إلى إنهاضها وبعثها من جديد، وهذا مما أقلق أعداءها، فأخذوا يبحثون في كيف تواجه هذه النهضة الدعوية الموجودة في ساحة هذه الأمة. فرأوا أن إثارة الخلافات التقليدية القديمة التي وقعت بين طوائف المسلمين يساعد ويعين في إضعاف هذه الشوكة، بأن يكون الخلاف داخليا وأن تكون الحرب بين فئات وطوائف المسلمين، لا بين فئات وطوائف المسلمين مجتمعين مع أعدائهم المخالفين في أصل الدين المستعمرين لبلادهم المنتهبين لخيراتهم. فعمدوا وأعلنوا ذلك مرارا في بحوث كلها جاءت بعد أحداث 11 سبتمبر تقول إن علينا أن ننعش هذه التيارات القديمة التقليدية الكلامية الفرقية الطرقية في مواجهة هذه التيارات الإسلامية الدعوية بكل أطيافها، بحيث يخضض شوكة هذا التيار الإسلامي، تخضض شوكته وتذهب قوته، لحساب من؟ لحساب هذه التيارات التقليدية. ثم بعد ذلك تسلط عليها فئات أشد غلوا منها فيقضى على الجميع. هذا مما يرصد اليوم من أسباب هذه المعارك التي قد تدور في ساحات التواصل ومواقعه. ولهذا على عقلاء أهل الإسلام ودعاته وعلمائه وفضلائه من كل اتجاه دعوي أو عقدي أن يأخذ على أيدي هؤلاء الذين يغالون ويجعلون من الخلاف سببا للقطيعة الكاملة، ويجعلون من الخلاف سببا للتراشق بالتهم التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل نقول كل من وافق الحق فهو أولى به من أي فئة كان ومن أي طائفة كان، وكل من خالف الحق فهو مردود عليه من أي فئة كان ومن أي طائفة كان. ينبغي أن يكون هذا حاضرا، وأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق، وأن أحدا من أهل العلم ليس بمعصوم، كلهم قد أصابوا ووقع منهم الخطأ، لكن من كان
خطأه قليلا بالنسبة إلى كثير صوابه، فهذا الذي ينبغي ألا يقدح فيه وألا يعرض عن علومه. نعم، ينبه على الخطأ ويعرف قدر هذا الخطأ وتعرف رتبة هذا الخطأ. مثلا، من تبنى أصلا بدعيا كنفي صفات الله تعالى كما تقوله المعتزلة، لا يمكن بحال أن يكون من نفى صفة كمن نفى كل الصفات كما تقول المعتزلة. فمن الخلل ومن الظلم أن يسوى هذا بأولئك وأن ينسب هذا إلى أولئك. من أصله الإثبات لا يمكن بحال أن نجعله كالذي أصله النفي. فإن وقع لواحد من أهل العلم أن نفى صفة أو تأولها أو رآها غير ثابتة أو لم يثبت عنده دليلها، فلا ينسب إلى أنه معتزلي أو إلى أنه جهمي لمجرد أنه خالف في صفة اجتهد فيها فأخطأ. ففرق كبير بين من يتبنى أصلا كليا من أصول أهل البدع ومن تقع منه الزلة والفلتة وتقع عن اجتهاد هو فيه مأجور. إذن المسافة شاسعة والبون واسع في هذا الخلاف الذي قد يقع اليوم كما وقع فيما مضى بين علماء الأمة وفئاتها وطوائفها. وهذا مما ينبغي أن ينبه إليه هؤلاء الإخوة والشباب الذين يخرجون إلى ساحات التواصل بحالة من الحدة والشدة في التعامل مع المخالف. طيب شيخنا، نعود بك إلى أصل هذا الموضوع، وهي قضية الآن الأولويات، أولى الأولويات للدعاة والدعوات في هذا الوقت الذي تكالت فيه المشاريع الضخمة التي بدأت ببيانها في هذه الحلقة. ذكرت من هذه الأولويات هي بيان التوحيد وإقامة التوحيد، وأن ذلك طريقه هو الرد إلى الأمر الأول. تفضل شيخنا بذكر بقية هذه الأولويات. نعم، نحن كنا قد توقفنا عند أولويات الرد إلى الأمر الأول، وذكرنا أننا لابد أن نحرر ما كان عليه الصحابة وأن نسعى إلى العمل بذلك وأن نربي أنفسنا وأبناءنا وشبابنا وأن ندعو إلى ذلك. وهذا أمر مهم، أن ندعو إلى التزام الأصول والضوابط، لأننا حين ندعو لا ندعو إلى أصول فلان أو إلى طائفة فلان، وإنما نقول إنما نحن ندعو إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعهم بإحسان. فنحن نقدم هذه الأصول لا على أنها أصول فئة أو أصول فئة أو أصول طائفة، وإنما نقدمها على أنها أصول الإسلام، ولا تقدم إلى فئة بعينها، وإنما تقدم إلى البشرية جمعاء، لأنها تمثل في الحقيقة مخرجا من فتنة ونجاة من أزمة واستنقاذا لهذه الأمة من هاوية سحيقة تردت فيها بما لم يقع من قبل. ومع ذلك لابد من استمساك بالصبر واليقين والتسلح بالتوكل على رب العالمين والتشبث بالزهد والورع ومكارم الأخلاق ومقاومة آفات النفوس والثبات أمام فتن الشهوات والشبهات على حد سواء. فلابد من اعتماد سياسة الجهاد والمجاهدة سبيلا للنصر والظفر، سواء كان ذلك النصر أو ذلك الظفر على أعداء الداخل أو على أعداء الخارج، على الأعداء التي تكون في نفس الإنسان من هواه وشهواته وشيطانه، أو ما يكون من تحديات خارجية من أعداء. أيضا لابد أن نضبط مسألة إعادة الأمة إلى الأمر الأول بالحرص على الوحدة كما قلت قبل قليل، وعلى اجتماع كلمتها في المهمات والملمات، وعلى قوة صفها في وجه هذه التحديات. إن الله تعالى قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لابد إذن من عناية بهذه القضية، قضية الحرص على وحدة الأمة واجتماع الكلمة. كذلك لابد من مدافعة الانحرافات ونفي خبث هذه الشهوات والشبهات، وهذا يقتضي منا عناية بقول الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن المدافعة والرد يسير جنبا إلى جنب مع البناء والتأصيل ورعاية حال الأمة قوة وضعفا، تمكينا واستخلافا، ضعفا واستبدالا. وهذا يستتبع أن نعتني
بتحرير ما يسمى بالثوابت والمحكمات. الثوابت والمحكمات التي تراد اليوم لزلزلتها ولتغييرها ولتغيير موقف المسلم منها، تحريرها، نشرها، إعلانها، تعليم أبنائنا وشبابنا على أسس منها والتربية عليها. وهذا أيضا له علاقة بأنه لا بد لهذه الأمة، أمة أهل السنة، أن تجد وأن توجد من بينها قيادة علمية عامة في كل قطر من أقطارها، في كل ناحية من نواحيها. تجتمع الأمة على شخص أو على مجموعة من أهل العلم، هؤلاء تصدر الأمة عن رأيهم وتسير وفقا لإرشاداتهم، فهم يغذون السير إلى وحدتها وإلى نصحها وإلى المحافظة على لحمتها، يبينون الحق وينصحون الخلق. فإذا وجدت هذه القيادة العلمية الناصحة للأمة فإن هذا يؤذن باجتماع كلمة الأمة. إن من أهم أعمال هؤلاء الكبار أن يستعيدوا وجود التيار الإسلامي العام الذي تجتمع به أوصال الأمة، لأنه منذ تسلط الاستعمار على بلاد المسلمين فقد سعوا إلى تمزيق هذا النسيج الذي ربط الأمة بعضها ببعض، مزقوا ما يمكن أن نسميه بالتيار الإسلامي العام، فلم تجتمع الأوصال منذ ذلك الحين، وعملوا على إضعاف المؤسسات المجتمعية، مؤسسات المجتمع منذ تسلط ذلك الاستعمار على بلادنا، فقد سعوا بألوان وأشكال من السعي لتمزيق هذه الأمة في مؤسساتها، فنقلوا تبعيات هذه المؤسسات لجهات غير متخصصة من جهة، أيضا قضوا على الأوقاف التي كانت تنفق على مؤسسات المجتمع، مجتمع فيه مؤسسة دعوية ومؤسسة إفتائية ومؤسسة اقتصادية غير تابعة للدولة وإنما هي منتسبة إلى المجتمع. كذا سنوا قوانين من شأن هذه القوانين أن تضعف من أداء رسالتها، ولوا غير الأمناء على سدتها، فكانت النتيجة هذا الذي نعاني منه من تمزق ما يمكن أن نسميه بالرأي العام أو التيار الإسلامي العام الذي هو مترابط في الأصل بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن إيجاد هذا التيار العام في كل بلد يقتضي أن يجتمع الناس، أن يجتمع الناس بعضهم إلى بعض، وأن يلتقي أهل العلم وأهل الدعوة وأصحاب الرأي والفضلاء والحكماء والمؤثرين أيا كانت تخصصاتهم لتجتمع بهم أوصال أمتهم ليتصدوا من خلال هذا الاجتماع لهذه المهددات والأخطار والتحديات. أيضا من الأولويات حتى لا ننسى إطلاق خطاب النهضة الشامل. الدعوة إلى الله ليست فقط قضية دينية وإنما هي قضية دينية اجتماعية وهي قضية علمية وعملية، فلا بد من أن يعتني الدعاة بمواجهة أمراض التخلف والفقر وضعف التقنية والبطالة والمرض والاستبداد والفساد الذي يعيث في ربوعهم. هذا يقتضي من الدعاة إلى الله أن يعتنوا بالتأصيل والمنهجية من جهة، وأن يعالجوا المشكلات الواقعية في بلادهم وفي مجتمعاتهم من جهة أخرى، ويجتهدوا في هذا على أساس من التجديد الذي لا يخل بالثوابت ولا يجمد على الموروث من الوسائل، فهم يتصلون بالأصل ويراعون مقتضيات العصر، هم في ذلك يسعون لتجديد الدين في نفوس أهله، في نفوس أهل الإسلام، بإعادة الثقة إلى هذا الدين من خلال ما يقوله علماء هذا الزمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم لخير ما يحب ويرضى. طيب جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك. الآن ربما نفهم من حديثك أن هذه الأولويات هي الأهم للدعاة بعد إقامة التوحيد والرد إلى الأمر الأول، إيجاد القيادة العلمية العامة للتيار
الأمة ثم إيجاد التيار العام للأمة الإسلامية وأيضا ترشيد الخطاب الإسلامي. لكن شيخنا نعود بك إلى قضية القيادة العلمية العامة، هل ترى من الضرورة بإيجاد أن يكون هناك وجود قيادة علمية موحدة في كل بلد؟ ربما يعترض عليك البعض ويقول بأن هذا تحجير للرأي وحصره في شخصية واحدة أو في فئة واحدة. مقطع من جهة الأنظمة التي تحكم، فكثير من البلاد تتخذ مجلسا لهيئة كبار العلماء، وبلاد أخرى تتخذ دارا للإفتاء، وبلد أخرى تتخذ مؤسسات علمية وبحثية تصدر عنها الدولة فيما تقرره من فتاوى أو تعلنه من بحوث. ولكننا نقول نحن نحتاج إلى ما هو أوسع من ذلك، ما به تمثيل الأمة بأسرها. وهذا يقتضي أن يجتمع أهل العلم في كل بلد من كل طيف من أطياف المسلمين ومن كل توجه دعوي من توجهات الدعاة إلى الله من أهل السنة، أن يجتمعوا وأن يقرروا فيما بينهم وجود هذا المجلس الذي عنه يصدرون. المسائل الخلافية التي لا يمكن حسمها ولا توجد آلية لحسمها يمكن أن تبقى على ما هي عليه، لكن الأصل أنه مهما وجدت من خلافات فهناك آليات تصلح لحسم هذا الخلاف، أو على الأقل لبناء معبر عليه بحيث نستطيع أن نتجاوز، فيبقى لكل إنسان ما اختاره لنفسه. لكن الرأي العام أو ما يصدر ممثلا لهذه الفئة والثلة من علماء الإسلام هذا الذي ينبغي أن يوجه به عموم المسلمين. إذن هذا إنما يكمل دور هذه الهيئات والجهات الموجودة بالفعل، وشهدت بعض البلاد إيجاد مثل هذه المجالس العلمية والهيئات العلمية، ووجدت أشياء أكثر من هذا، بل وجدت فئات، بل وجدت هيئات وروابط واتحادات عالمية. هذه مثلت عموم بلاد المسلمين، وشارك فيها أعداد كبيرة وغفيرة من العلماء والدعاة إلى الله، فكانوا بهذا نوعا من أنواع الاجتماع العالمي. فإذا وقع شيء من هذا على مستوى ما يسمى بالروابط العلمية العالمية والاتحادات العلمية العالمية، فوجود مثل هذا في البلد الواحد أيسر وأسهل بإذن الله تبارك وتعالى. فهي الدعوة لمناواة ما هو قائم بالفعل، وليست دعوة لتشتيت أو تفتيت أو إقصاء وإزاحة بعض الناس عن مواقعها أبدا، بل هي دعوة للتكامل وللاجتماع وللوحدة وللتآلف. علاوة على أنه لا يخفى أن كثيرا من هذه الهيئات العلمية التي كان لها دور مسموع وكلمة ماضية فيما مضى، قد وقع عليها شيء من التضييق من قبل المسؤولين في البلاد، وبالتالي صار صوتها خافتا وصار أثرها غير مشهود ولا ملموس، وتوقفت فتاواها التي كانت تخرج موجهة للأمة في عموم مشارقها ومغاربها. فهذا يقتضي أن يسد هذا الفراغ وأن تملأ هذه الفجوة بالعلماء الصالحين الذين عرفت الأمة نصحهم وصدقهم وإخلاصهم، وهؤلاء هم الذين يتجه إليهم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على أن هذه الأسئلة وتلك الأجوبة إنما هي في الشأن العام وليس في خصوص مسألة فقهية فرعية، وإنما في المسائل التي تشغل الأمة أو التي تحتاج إلى توجيه يوجه الرأي العام في المسلمين أجمعين. طيب شيخنا، الآن بعد سقوط الدولة العثمانية وكان هناك سؤال الدولة وغلب عليه ذلك وأنشئت الجماعات والعمل الجماعي في ذاك الوقت، هل ترى بأن الآن اختلف الحال وأصبح من الضروري إيجاد هذه القيادة العلمية العامة لتيار الأمة أمة الإسلام، وربما هذا يعني غير يعني يحتاج إلى نستطيع أن نقول هو واجب الوقت في هذا الحين؟ بكل حال
هذه الجماعات وتلك الطوائف الدعوية لم يبلغ عمرها قرن من الزمان حتى يوم الناس هذا، وهي تناهز في أقدامها وجوداً 100 سنة. نعم، وقبل ذلك كانت الأمة موجودة، وبعد ذلك سوف تبقى الأمة أيضا موجودة، لكنها حين قامت قامت لأداء فروض عينية وكفائية قد سقطت بسقوط الدولة الجامعة. فصار واجب الدعوة إلى الله، واجب الأمر بالمعروف، بل واجب الجهاد أيضا متحتما على كل قادر ليذود عن مقدسات المسلمين في أرض فلسطين. ولهذا فإن قيام هذه الهيئات أو هذه الجهات إنما كان لأسباب، ولا تعرف هذه الهيئات وتلك الجهات قبل 100 سنة من الآن، وليس بالضرورة أن تكون شرطا لإقامة الإسلام، وإنما الإسلام سابق عليها ولاحق، وهي وسائل لتحقيق هذه المقاصد. فإذا كانت هذه الوسائل تؤدي إلى خلاف ما أسست لأجله، أو تؤدي إلى انحراف لا يمكن تلافيه، أو تؤدي إلى مزيد من التعصب أو التحزب أو نحو ذلك، فإنها عندئذ لا تشرع. أما إذا كانت قائمة بواجباتها ومؤدية لمقاصدها ومحققة لغاياتها ولو وقع فيها أخطاء، فإن أحدا لا يتنزه عن الخطأ، وإن فئة لا يمكن أن يقال إنها معصومة كائنة ما كانت هذه الفئة ومهما كانت إصاباتها وقدراتها. والتيار الإسلامي العام أيضا ليس بالخصم من هذه الجماعات أو الطوائف أو المجموعات أبدا، بل هو جامع لها، منظم لمسيرتها، منسق في طريقه فيما بين أبعاضها، تجتمع به كلمتهم وتتوحد رايتهم وتتلاقى فيه أفكارهم وأعمالهم، بحيث يتعاونون ويحققون قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيحققون مقاصد دينية وتربوية واجتماعية ودعوية وسياسية من خلال هذا التلاحم الذي هو قوة يمكن أن تكون رصيدا للأمة في مواجهة هذه المشاريع الست التي ذكرناها. لأنه غير خاف على أحد أنه لا يوجد حتى اليوم مشروع سني يتمثل السنة في العالم ويقود المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم لتحقيق نهضتهم وعزتهم وريادتهم. نعم شيخنا، الحقيقة قد دهمنا وقت المخصص لهذه الحلقة، ولا يسعنا في آخر هذه ختام هذه الحلقة إلا أن نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به. جزاكم الله خيرا وبارك الله في كريم علمكم، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج، مفاهيم تجلى في حوار بحسن دون ما أدنى هياج، بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج. حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج.